بينك شايل هم لانه ما شاء الله حسابات الشباب كلها قاعد تزيد الا انا حسابي مو مره قاعد يزيد. انت لما دخلت كم كان؟ 21 والحين 26. انت تتكلم عن 5800 في اسبوع. يس. انت الى الان ترى ممكن لسه ما صار لك الدعم القوي لسه للحين، تو الناس تقول بسم الله. في خلال اسبوع ان انت تزيد خمسه وشوي، تمام، فيعتبر رقم حلو. انا فاتح حسابك قاعد اتفرج. يعني شوف الشيء المهم شنو نتكلم في السوشيال ميديا، انا وين عندي مشكله؟ يعني شوف هايلايت انت ما حطيت للحين ولا شيء، حط لي هذول من قبل من عرفتك كنت حاطهم زي ما هم. صح صح. فليش ما نزيدهم؟ خلينا نتكلم مثلا الحين بعيد عن الهايلايت، الصور. انا دائما عندي ترى شيء مره مهم، اعطيك لايك على هذه الصوره انها حلوه. اول شيء يفيدني كفنان حلو، بس لازم تنزل جهاز صور. ترى انت الوحيد اللي اقل صور منزل. اي اي صح، لاحظت الشيء. الاغلب منزلين واجد ترى. استخدم، يعني انت ما نزلت الفيديو حق اللي هذا اللي الالعاب البدايه ما حطيته للحين. ايوه صح، حطيته في الاي جي تي في لانه ما احس انه حيكون اللي هو هذا. ايوه صح. يكتشف الغايب. هذا كونان. هذا كونان. هذا حلو. طب بس حطه هناك برضو، خلي الناس يشوف برضو هناك ايش قاعد يصير، لان في ناس ما تدخش على الاي جي، عرفت؟ فحلو انك تشوفه برا. هذه افضل صوره الى الان يا اخي. شوف انا احسها بوستر هذه. حتى بالنسبه لي ترى احلى صوره. عارف ليش؟ بوستر البوم والله. لا بس شوف، عارف اكثر حاجه عجبتني في الصوره انه واضح الجمله اللي انا احبها اساسا. يعني بس اكبر لك، شوف اللي باين هنا بس مكتوب في الخيال. ولكن انا لابس تيشيرت جوا كنت كاتب عليه ولنا في الخيال حياه. الله يا ملك الخيال. قايل لك انت حكيم حكيم البوليفارد. حط هاشتاج فوق في حسابك وكتب حكيم البوليفارد. أبشر. خلاص تم. حسابك فرق واجد عن أول ما دخلت. عشان كذا. أيوة. عشان كذا لما يجي 5000 شخص في أسبوع. 5000 تفعلهم 5000. أنا هذا اللي يهمني. أبي لما نحط بوستر أحمر 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 أحمر. لايك 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 لايك. كومنت كومنت لايك. كومنت كومنت. يكونوا خلاص دول أصلاً 5000 دول اللي كنت فعلهم 5000 يجيبوا لك 10000. عشان كذا أنا دائماً أقول الرقم اللي موجود احب اشوف فاعليته، ما احب الرقم الوهمي. هذا مظلوم الفيديو هذا اللي اسالك عنه، ما عرفت القاه، مظلوم ما عرفت انا القاه. يعني حاول توضح وين مكان الفيديو. يعني شوف الناس تحب تشوف شيء مريح للعين. صح. يعني ادور شيء اشوفه مريح لما اتفرج اقول الله مريح ذا الحساب يتحر. وش السلام الحين؟ خلاص من يوم رايح دام حطيت فيديو هنا ابدا صوره فيديو صوره. فهمت عليك. مثلا انت حاب ذي الصوره مثلا، وحاب صورتك انت او حاب صورتك مع اجواء، شو ايه تسوي؟ انزل صورتين والصوره الثالثه الحالة. صورتك هنا مع اجواء، صورتك هنا اللي انت حابها، فيديو بالنص.